التسعينيات، قبل التسعينيات، قبل التسعينيات كانت الجزائر تتكلم باسم تولد البشرية، وكلمتنا في الجمعية العامة تاع الأمم المتحدة كلمتنا هي اللي تفوت، وبكلمتنا اللي دخلنا الصين في الأمم المتحدة. الأفارقة، كل أفارقة طالبين باش الجزائر تلعب الدور تاعها. أنا نحذر المواطنين من هالفيسبوك، جاي من دولة ما تبغيناش الخير. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد 1 غشت من الشهر الجاري أن بلاده تتعرض لمكائد ودسائس من طرف جهات خارجية، محذرا مواطني بلاده من الفيسبوك قائلا بالحرف: جينا من بلاد ما تحبناش الخير، في إشارة واضحة إلى المملكة المغربية التي أطلقت مبادرة اليد الممدودة مؤخرا عبر خطاب العرش. الرئيس الجزائري وكما كان متوقعا ردد أسطوانة اللعب على وتر العدو الخارجي خلال لقاء دوري مع وسائل الإعلام في الوقت الذي كان مفروض فيه أن يتفاعل بشكل إيجابي مع نداء العاهل المغربي الرامي إلى دفن الماضي وطي صفحة الخلافات من أجل فتح الحدود لما فيه خدمة مصلحة الشعبين الشقيقين. حديث طبون يؤكد بالملموس أن الجزائر ماضية في سياستها العدائية تجاه المغرب، كما أن الرئيس الجزائري قدم مغالطات خلال اللقاء بخصوص دور الجزائر داخل أورقة الاتحاد الإفريقي خلال تسعينيات القرن الماضي، بل أن تبون اعتبر الجزائر لها الفضل في إدخال الصين للأمم المتحدة.